لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سورة الممتحنة الآية الثانية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: إذا جاءكم مؤمنة مهاجرات من بين الكفار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين، فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين، وأمر بامتحانهن، فقال: فامتحنوهن، أي فاختبروهن. الصحيح في ذلك أن النساء لم يكن دخلن في العهد أصلا، وليس العهد مما ينسخ، وإنما كان في العهد على أن لا يأتيك منا رجل ولو كان على دينك إلا رددته إلينا. فهذه الرواية توضح الرواية الأخرى: لا يأتيك منا أحد. وهذا على هذا جاءت هذه الآية مبينة للإجمال المحتمل في أن النساء دخلنا في أحد أم لا، فبين القرآن أنهن لم يدخلن في ذلك. قال: وقد اختلف فيما كان يمتحن به، فيما كان يمتحن به، فقيل: كنا يستحلفن بالله ما خرجنا من بغض زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لالتماس دنيا، بل حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في دينه. فإذا حلفت كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مهرها، أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها إليه. وقيل: الامتحان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقيل: ما كان الامتحان إلا بأن يتلو عليهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآية، وهي: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. والحقيقة أن ذلك أقوال متقاربة، وبعضها أكثر تفصيلا من بعض، أكثرها إجمالا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والباقي فيه تفصيل حول النية والقصد والإقرار ببيعة النساء. والذي لا شك فيه أن الامتحان ليس إلا الإقرار باللسان بالمجملات، وليس في ذلك ما يشتبه عند أهل بدعة التوقف والتبين من أن الامتحان يكون في تفاصيل معاني الشرك والتوحيد، وإنما الإجمال كما ذكرنا. قال: واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عهد الهدنة أم لا على قولين. على القول بالدخول تكون هذه الآية مخصصة لذلك العهد، وبه قال الأكثر، وعلى القول بعدمه لا نسخ ولا تخصيص، ولكن كما ذكرنا هو بيان هذا هو الأرجح. الله أعلم بإيمانهن، هذه الجملة معترضة لبيان أن حقيقة حالهن لا يعلمها إلا الله، ولم يتعبدكم بذلك، وإنما تعبدكم امتحانهن حتى يظهرن
حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهن في الرغوب في الإسلام. فإن علمتموهن مؤمنات، أي علمتم ذلك بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به، فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي إلى أزواجهن الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، تعليل لله للنهي عن إرجاعهن. وفيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر، وهذا في الحقيقة إجماع، إلا أهل الضلال من زماننا الذين جوزوا أن تبقى المسلمة تحت الكافر في بلاد أوروبا وأمريكا، عن يوسف القرضاوي، وهذا ومن وافقه على ضلال مبين وعلى خطر في رد القرآن. قال: وإن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها لا مجرد هجرتها. والتكرير يعني حتى لو لم تهاجر، بل بمجرد أن تسلم المرأة تحرم على زوجها الكافر وتبدأ عدة. إذا انقضت ولم يسلم الزوج فهي قد انفسخ نكاحها ويجوز لها أن تتزوج غيره. ورأى ابن القيم أن النكاح موقوف، إن رجعت إن أحبت أن انتظر إسلام زوجها رجع إليها بالنكاح الأول، فكأنه لا يبطل النكاح. وهذا الذي فهموه باطلا من جواز أن تبقى مع زوجها، فلا نزاع أنها لا تحل له بنص القرآن. والصواب في المسألة قول جماهير العلماء أن النكاح ينفسخ وتبدأ عدة، إن عاد فيها ردت إليه بالنكاح الأول. وحديث رد زينب على ابن أبي العاص بالنكاح الأول ليس معارضا لما ذكرنا، لأن احتمال طول العدة وارد، ليس من ساعة الهجرة، إنما هجرت زينب بعد بدر، ولكن إنما نزل التحريم في بعد الحديبية والقبيل الفتح، وذلك أن أولها كان في قصة حاطب بن أبي بلتعة. الغرض المقصود أنها بين الحديبية والفتح، ولا مانع أن تطول فترة الحيض على المرأة حتى تدرك زينب إسلام ابن أبي العاص عند الفتح وهي ما زالت في العدة. والواقعة محتملة، فلا يجوز إذن ترك النصوص الواضحة في بطلان عقد النكاح بإسلام المرأة. قال: والتكرير لتأكيد الحرمة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أو الأول لبيان زوال النكاح القديم، والثاني لامتناع النكاح الجديد، وكلاهما مجمع عليه. وآتوهم، أي وأعطوا، احنا طبعا الزوال ده المقصود المجمع عليه عدم الوطأ، أما أن النكاح ده موقوف فقد ذكرنا القول، ولكن لا يوجد من يقول أنه مع النكاح الموقوف يمكن أن تبقى وأن يعاشرها زوجها، لا يوجد من يقول ذلك. وأما المسألة الثانية امتناع النكاح الجديد، فلا نزاع أيضا بين المسلمين في أن المسلمة لا يجوز أن تتزوج كافرا كتابيا كان أو غيره، استباحة ذلك مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، كالذي وقع في تونس. وآتوهم، أي وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور. قال الشافعي: إذا طلبها غير الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، لأنهن قد صرن من أهل دينكم،
إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن، وذلك بعد انقضاء عدتهن كما تدل عليه أدلة وجوب العدة، إلا أنهم اختلفوا هل عدة التي أسلمت أو ارتد زوجها 3 حيضات أو وضع الحمل إذا كانت حاملا أم حيضة واحدة. والأقرب أنها 3 حيضات، لأنه قد طالت المدة أحيانا بين إسلام أحد الزوجين ورده النبي صلى الله عليه وسلم دون تجديد نكاح. وقصة زينب تدل على أنها 3 حيضات وليست حيضة واحدة، لما ذكرنا أنها قد تطول الفترة بين الحيضات. قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قد قرأ الجمهور بالتخفيف من الإمساك، واختار هذه القراءة أبو عبيدة لقوله فأمسكوهن بمعروف، وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو بالتشديد ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والعصم جمع عصمة، وهي ما يعتصم به، والمراد به هنا عصمة عقد النكاح. والمعنى أن من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين، هذا بلا شك مستثنى بالكتابيات. وأما الردة أو إذا أسلم هو وظلت هي على ملتها غير الكتابية فقد انقطع النكاح. قال النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر. هذه أحد الصور، ولا يلزم أن تلحق بدار الحرب، بل لو كفرت وبقيت في بلاد الإسلام انفسخ النكاح أيضا. وكان الكفار يزوجون المسلمين والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك لهذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنته لابن أبي العاص، ولم يكن نزل تحريم النكاح بين المسلمة والكفار. قال: وهذا خاص بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب. وقيل: عامة في جميع الكوافر، مخصصة بإخراج الكتابيات منها. يعني ده عام أريد به الخاص، ولا عام قد خصص؟ الظاهر أنه عام قد خصص، لأن آية المائدة التي أباحت زواج النساء من أهل الكتاب متأخرة. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثني أو كتابي لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدة. ليس يعني ذلك عند أحد جواز المعاشرة، بل لا يفرق بينهما بمعنى حل النكاح لآخر، حل نكاح المرأة التي المرأة الوثنية التي أسلم زوجها، فينتظر إن أسلمت خلال فترة العدة فهي امرأته. وأما إذا كانت كتابية والمرأة وأسلم الزوج وهي كتابية فهما زوجان. قال بعض أهل العلم: يفرق بينهما بمجرد إسلام الزوج، وهذا إنما هو إذا كانت المرأة مدخولا به. والصحيح أن عقد النكاح ينفسخ وتبقى في العدة، ولكن إذا أسلم خلال فترة العدة رجع إليها. وكذا إذا كانت المرأة مشركة أو مرتدة فأسلمت خلال فترة العدة. طبعا الأحكام دي فيها أمور مهمة، لأن بعض النساء يرتدن بسبب الدين أو بفعل السحر أو بقول الكفر عند المصائب، وبعض الرجال يقع منهم ذلك، فلا بد من معرفة هذه الأحكام. قال: وأما إذا كانت المرأة غير مدخول بها فلا خلاف بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام، إذ لا عدة عليها. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار. قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار هاتوا مهرها،
يقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت ردوا مهرها على زوجها الكافر. ذلكم أي المذكور من إرجاع المهور من الجهتين حكم الله ورسوله يحكم بينكم والله عليم حكيم. قال القرطبي: وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين. هذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن هناك أحكاما لا تزال باقية. قال: ولما نزلت الآية المتقدمة قال المسلمون رضينا بحكم الله وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا، فنزل قوله: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أي إن فاتكم شيء مما دفعتم من أزواجكم، أي من مهور نسائكم المسلمات. وقيل المعنى: وإن انفلت منكم أحد من نسائكم إلى الكفار، وهذا الظاهر. فارتدت المسلمة فعاقبتم، قال الواحدي وقال المفسرون أي فغنمتم، وقال الزجاج تأويله: وكانت العقبة لكم، أي كانت الغنيمة لكم حتى غنمتم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من مهر المهاجرة التي تزوجوها ودفعوه إلى الكفار ولا تؤتوه زوجها الكافر. يعني إذ لم يلتزم الكفار بهذا الحكم فلا تعطوا الكفار أموال المسلمات المهاجرات، المهور التي دفعها الكفار للمسلمات المهاجرات، وادفعوا منها إلى الأزواج الذين ذهبت أزواجهم أو من الغنيمة والفيء. فالآية أوسع. قال قتادة ومجاهد: إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة، وهذه الآية منسوخة قد انقطع حكمها بعد الفتح. وقال قوم: بل هي محكمة. صحيح أنها محكمة في بعض الأحكام، يبقى في تخصيص يعني. أما الصورة في أن هناك مهاجرة يطالب بمهرها فهي التي قد انقطع حكمها. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي احذروا أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم، فإن الإيمان الذي أنتم متصفون به يوجب على صاحبه ذلك. الآية الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي قاصدات مبايعتك على الإسلام، وعلى ألا يشركن بالله شيئا من الأشياء كائنا ما كان. هذا كان يوم فتح مكة، فإن نساء أهل مكة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنه، فأمره الله أن يأخذ عليهن أن لا يشركن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي لا يلحقن بأزواجهن ولدا ليس منهم. قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن. وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. وليس المراد هنا أنها نسبت ولدها من الزنا إلى زوجها، لأن ذلك قد دخل تحت النهي عن الزنا. نقول: بل هو مراد لعموم الآية، سواء كانت التقطت لقيطا ونسبته إلى زوجها أو أتت بولد من الزنا، فإن هنا مسألتان: النهي عن فعل الزنا ولو لم يكن هناك ولد، ثم لو كان هناك ولد فإنه لا يجوز نسبته. قال:
ولا يعصينك في معروف، أي في كل أمر هو طاعة لله. قال عطاء: في كل بر وتقوى. قال مقاتل: عني بالمعروف النهي عن النوح وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيب وخمش الوجوه والدعاء بالويل. وكذا قال قتادة وسعيد بن المسيب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم. ومعنى القرآن أوسع مما قالوا، لذلك قول عطاء في كل بر وتقوى يشمل هذه، لأن هذا ورد في سبب النزول ويشمل غيره أيضا. قيل: وجه التقييد بالمعروف مع كونه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به، للتنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، أو هو للتقرير، زي مثل يقتلون الأنبياء بغير حق، ده مش مخرج الغالب، لا مخرج التقرير، يعني مش الغالب، ده كله كده. فبايعهن، هذا جواب إذا، هذا جواب إذا، والمعنى إذا بايعنك على هذه الأمور فبايعهن. ولم يذكر في بيعتهن الصلاة والزكاة والصيام والحج لوضوح كون هذه الأمور ونحوها من أركان الدين وشائر الإسلام، وإنما خص الأمور المذكورة لكثرة وقوعها من النساء. واستغفر لهن الله، أي اطلب من الله المغفرة لهن بعد هذه المبايعة لهن منك، إن الله غفور رحيم، أي بليغ المغفرة والرحمة لعباده. فائدة: أن بيعة النساء كانت بالكلام لا بالمصافحة بالنصوص الصريحة. قال: سورة الجمعة 11 آية وهي مدنية. قال القرطبي في قول الجميع: الآية الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا وقع النداء لها. والمراد به الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه. من يوم الجمعة بيان لإذا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ليس أي أذان، تفسير لها. وقال أبو البقاء: من بمعنى في يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. قال عطاء: يعني الذهاب والمشي إلى الصلاة. قال الفراء: المضي والسعي والذهاب في معنى واحد، يعني لا يقصدون السعي الذي هو إسراع الخطى، وإنما المقصود المضي والذهاب. على ويدل على ذلك قراءة عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب وابن مسعود: فامضوا إلى ذكر الله. وقيل المراد القصد. قال الحسن: والله ما هو سعي على الأقدام، ولكنه قصد بالقلوب والنيات. وقيل هو العمل، كقوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وقوله: إن سعيكم لشتى. وقوله: أن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال القرطبي: هذا قول الجمهور. وذروا البيع، أي اتركوا المعاملة به ويلحق به سائر المعاملات. يبقى الإجارة لا تجوز أثناء أو بعد أذان الجمعة. واحد كان مأجر تاكسي عشان يروح الجمعة، أول ما يسمع أذان يدي له أجرته وينزل، يخفض الإجارة. قال الحسن: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع، والإشارة بقول ذلكم إلى السعي إلى ذكر الله وترك البيع وهو مبتدأ، وخبره خير لكم لما في الامتثال من الأجر والجزاء وفي عدمه من عدم ذلك، إذا لم يكن موجبا للعقوبة. إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم، فإنه لا يخفى عليكم أن ذلكم خير لكم، أو فاختاروا ذلك. إن كنتم تعلمون فاختاروا. واختلف العلماء في هل البيع أثناء أو بعد الأذان الذي بين يدي الإمام وأثناء الخطبة إلى انقضاء الصلاة باطل أم محرم ويصح البيع،
الصحيح أنه محرم ويصح البيع، وإنما التحريم في من وجبت عليه الجمعة. أما إذا كانوا جماعة مسافرين أو مجموعة نساء يشترين وبعن فلا يحرم عليهن ذلك، أو فلا يحرم عليهم ذلك. سورة المنافقين 11 آية، وهي مدنية. قال القرطبي في قول الجميع: الآية إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي إذا وصلوا إليك وحضروا مجلسك قالوا نشهد إنك لرسول الله، أكدوا شهادتهم بأن واللام للإشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم مع خلوص اعتقادهم. والمراد بالمنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، معنى نشهد نحلف، فهو يجري مجرى القسم، ولذلك يتلقى بما تلقى به القسم، يعني مع لام التوكيد الموطئة للقسم المبينة لوجوده. والله يعلم إنك لرسوله جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها، وهو ما أظهروه من الشهادة وإن كانت بواطنهم على خلاف ذلك. والله يشهد، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في الشهادة التي زعموا أنها من صميم القلوب وخلوص الاعتقاد لا إلى منطوق كلامهم وهو الشهادة بالرسالة، فإنه حق. والمعنى: والله يشهد إنهم لكاذبون فيما تضمنه كلامهم من التأكيد الدال على أن شهادتهم بذلك صادرة عن خلوص اعتقاد وطمأنينة قلب وموافقة باطن. سورة الطلاق 11 آية، وهي مدنية. قال القرطبي في قول الجميع: الآية الأولى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا له، ثم خاطبه مع أمته. أو الخطاب له خاصة والجمع للتعظيم، الأول أصح، لأن الله قال في آخرها: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، وهذا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأمته أسوته في ذلك. الصحيح أن الأمة مخاطبة ضمن خطابه. والمعنى: إذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليه فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، أو في قبل عدتهن، أو لقبل عدتهن، أو لقبل عدتهن، أو لزمان عدتهن وهو الطهر. والمراد أن تطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع، ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن. لأنه إذا طلقها في حيضة كانت هذه الحيضة مهدرة غير محسوبة في العدة، فتطول عدتها عليها ظلما. وإذا طلقها في طهر قد مسها فيه كان ذلك أيضا ظلما لها، لأن احتمال أن تكون حاملا يظهر بعد الحيضة الأولى أو بعد زمان قدوم الحيضة الأولى. والشرع قد نص على عدم جواز الطلاق في طهر لم يمسها فيه، على عدم الجواز الطهر على عدم جواز الطلاق في طهر قد مسها فيه. قال: فإذا طلقتموهن هكذا فقد طلقتموهن لعدتهن، وأحصوا العدة أي احفظوها،
واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة وهي 3 قروء. وذكرنا من قبل أن الآية دليل على أن الحيضات هي الأقراء، لأن 3 القروء لا تكون تامة إلا إذا طلقها في طهر ولم يحسب ذلك الطهر قرءا، لأنه لو حسب قرءا لكانت العدة قرآن وبعض الثالث وربما لحظة من الثالث. طلقها فإن زعلت فحاضت، الجمهور بيقولوا ده كده يحسب طهر يحسب قرء، اللي بيقولوا الجمهور الذين يقولون أن الأقراء هي الأطهار، هو جمهور الصحابة على أن الأقراء هي الحيضات أو كثير منهم. قال: والخطاب للأزواج وقيل للزوجات وقيل للمسلمين على العموم، والأول أولى من الأزواج لأن الضمائر كلها لهم، اتقوا الله ربكم. وفي الحقيقة هناك تكليفات للنساء وتكليفات للرجال، فكونها للمسلمين المجموعين نعم، لأن الله قال: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، يبقى في تكليف لها. قال: واتقوا الله ربكم، أي فلا تعصوه فيما أمركم ولا تضاروهن ولا تخرجوهن من بيوتهن، أي التي كن فيها عند الطلاق ما دمن في العدة. وأضاف البيوت إليهن مع كونها لأزواجهن لتأكيد النهي وبيان كمال استحقاقهن للسكنة في مدة العدة، ومثله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وقوله: وقرن في بيوتكن. ثم لما نهى الأزواج عن إخراجهن من البيوت التي وقع الطلاق وهن فيها، نهى الزوجات عن الخروج أيضا، فقال: ولا يخرجن، أي من تلك البيوت، ما دمن في العدة إلا لأمر ضروري، بتولع مثلا في تعبان. وقيل المراد: لا يخرجن من أنفسهن إلا إذا أذن الأزواج لهن فلا بأس، والأول أولى إن لا تخرج ولا يخرجها. لماذا؟ لأن هناك أمر قد يحدثه الله في بقاء الزوجين معا، الله أعلى وأعلم. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فهذا الاستثناء هو من الجملة الأولى. طبعا هذا الأمر أصبح لا يكاد يعمل به أحد، أول ما يطلقها تروح أخذ حاجتها ومشي، أو هو اللي يوديها يقول لها امشي عند أبوك روح عند أهلك، كل هذا محرم لا يجوز. قال: إلا يأتينا بفاحشة مبينة، هذا الاستثناء هو من الجملة الأولى، أي لا تخرجهن من بيوتهن، لا من الجملة الثانية اللي هي ولا يخرج. قال الواحدي أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا، ذلك أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها، أيضا وليس لإقامة الحد فقط، بل لأنها لا تستحق سكنها. قال الشافعي وغيره: البذاء في اللسان والاستطالة به على من هو ساكن معها في البيت على أحمائها مثلا. ويعيد ذلك، يعيد هذا ما قال أكرمة: إن في مصحف أبي إلا يفحشن عليكم. الصحيح نشمل الاثنين. وقيل المعنى: إلا يخرجن تعديا، فإن خروجهن على هذا الوجه فاحشة وهو بعيد، وتلك حدود الله، يعني الفاحشة الزنا والبذاء على زوجها وعلى أهله، تلك حدود الله، يعني أن هذه الأحكام التي بينها لعباده هي حدوده التي حددها لهم، ليس لأحد أن يتجاوزها إلى غيرها. ومن يتعدى حدود الله أي يتجاوزها إلى غيرها أو يحل شيئا منها فقد ظلم نفسه بإيرادها مورد الهلاك، وأوقعها في مواقع الضرر بعقوبة الله له على مجاوزته لحدوده وتعديه لرسمه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال القرطبي: قال جميع المفسرين أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة، والمعنى التحريض على الطلاق الواحدة
والنهي عن الثلاث، فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يرد إلى المراجعة سبيلا. وقال مقاتل بعد ذلك، أي بعد طلقة أو طلقتين، أمر بالمراجعة، إنه لا أمر بعد الثلاث كما قالت فاطمة بنت قيس في عدم وجوب أو عدم استحقاق المطلقة ثلاثا للسكنى، وهو الصحيح. قال الواحدي: الأمر الذي يحدث أن يوقع في قلب الرجل المحبة لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين. قال الزجاج: وإذا طلقها ثلاثا في وقت واحد فلا معنى لقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وقد سبق أن بينا أن طلق الثلاث بفم واحد يقع واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، رغم أنه خلاف قول الجمهور. الآية الثانية قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الشيخ صديق حسن خان: فإذا بلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء أجل العدة، وذلك لأنه إذا انتهت العدة فليس له أن يمسكها، ولذلك أولت فإذا بلغنا أي اقتربنا من انقضاء العدة. فأمسكوهن بمعروف، أي راجعوهن بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة لهن. وهذا يدل على أن من يرجع امرأته لكي يذلها أو يضرها أو يؤذيها فهو آثم. قال تعالى: أو فارقوهن بمعروف، قال أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فليملكن نفوسهن مع بقائهن بما هو لهن عليكم من الحقوق وترك المضار. بقائهن دي أنا ممكن تكون كلمة أخرى، وفائهن وفائكم لهن. قال: وترك المضرة لهن، وأشهدوا ذوي عدل منكم، على الرجعة، وقيل على الطلاق، وقيل عليهما، وذا الصواب كما في حديث عمران بن حصين الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال لرجل: طلقت امرأتي ولم أشهد وراجعتها ولم أشهد، قال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. فهذا الحديث ومعلوم أن ذكر السنة من الصحابي في حكم الرفع. وقيل عليهما قطعا للتنازع وحسما لمدة الخصومة. يقول: والأمر للندب كما في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقيل إنه للوجوب، كان ينبغي أن يقول وقيل أن الأمر للندب وهو للوجوب، لأنه ظاهر الأمر. وإذا وجد صارف في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، على أن الإشهاد في البيع مستحب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع ولم يشهد، وإنما شهد له خزيمة بشهادته له بالنبوة، فدل ذلك على عدم وجوب الإشهاد في البيع مع ورود الأمر. هذا صارف، لكن أين الصارف في هذه الآية الكريمة: وأشهدوا ذوي عدل منكم؟ وأي القياسين أولى؟ أيقاس الطلاق والرجعة على النكاح، أم يقاس على البيع؟ معلوم أننا لا نشترط
الإشهادة لوقوع الطلاق أو لوقوع الرجعة، ولكننا لا أقل من الوجوب. ولولا ورود صيغة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل التي تقتضي نفي الصحة لقلنا فقط بوجوب الإشهاد في الزواج، ولكن النص واضح في وجوب الإشهاد واشتراطه. أما في الرجعة والطلاق فالصحيح أن الإشهاد واجب وإن لم يكن شرطا في وقوع الطلاق ولا في وجوب الرجعة ولا في وقوع الرجعة، وهذا لأن الله أمر به ولم يأتي دليل على صرفه عن ظاهره، بل أتت السنة بما يؤكد هذا الوجوب، وهذا بلا شك يجعل الطلاق ليس مردودا إلى لحظات الغضب الذي لا يعني يتمهل التي لا يتمهل الإنسان فيها، ولكن إذا أتى بالشهود فإنه سيقع كلام ومحاولات إصلاح ونحو ذلك. ولا شك أن هذا الأمر من أعظم الأمور أهمية، كما أن الطلاق في قبل العدة في طهر لم يمسها فيه يجعل أمر الطلاق ليس مجرد تفريغ شحنة غضب أو انتقام أو إظهار للكرامة، نسأل الله العافية. قال: وقيل إنه للوجوب، وأشهد ذو عدل منكم، وإليه ذهب الشافعي. قال: الإشهاد واجب للرجعة، مندوب إليه في الفرقة. وأظنهم يعنون ليس مشروطا، ولكن هو أيضا ليس مشروطا في وقوع الرجعة. هناك فرق بين أن يكون شرطا في صحتها وبين الوجوب. وارتكب الشيخ أحمد شاكر الشطط حين قال أن الطلاق بغير إشهاد لا يقع، موافقا للشيعة مخالفا لجميع مذاهب أهل السنة في أن الطلاق يقع ولو بغير شهود وإن أثم المطلق، وكذا الرجعة. وذلك لأن عمران بن حسين لما قال طلقت لغير سنة دل على أن الطلاق قد وقع، لأنه قال طلقت، وأنه قال وراجعت لغير سنة فأن الرجعة قد وقعت، فدل على أن السنة أن يشهد في الطلاق وأن يشهد في الرجعة، وهذا يدل على الوجوب. قال: وإليه إلى الإشهاد واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة، ذهب أحمد بن حنبل. وفي قول للشافعي: إن الرجعة لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وهذا هو الصحيح، لكنها واجبة، وروي نحو هذا عن أبي حنيفة وأحمد. نقول واجبة خصوصا أن الذي يقول بأن الرجعة تقع بالمعاشرة بالجماع مع النية لا يمكن أن يقع إشهاد على ذلك إلا بعده، فيكون قد خالف السنة ووقعت الرجعة، ونحن نقول بذلك. قال: وروي نحو هذا عن أبي حنيفة وأحمد أنها لا تفتقر إلى الإشهاد. وأقيموا الشهادة لله، هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شهدوا به تقربا إلى الله. وقيل الأمر للأزواج بأن يقيموا الشهادة عند الرجعة، فيكون قوله أشهد ذوي عدل منكم أمرا بنفس الإشهاد، ويكون قوله أقيموا الشهادة أمرا بأن تكون خالصة لله. ذلكم أي ما تقدم من الأمر بالإشهاد وإقامة الشهادة يوعظ به من كان يؤمن، خص المؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بذلك دون غيره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا مما وقع فيه من الشدائد والمحن، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من وجه لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه. قال الشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة، أي من طلق كما أمر الله يكن له مخرج في الرجعة
في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. قال الكلبي: ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجا من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجا مما نهى الله عنه. وقال أبو العلي: مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. وقال الحسين ابن الفضل: ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجا من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب، أن يبارك له فيما أتاه. وقال سهل بن عبد الله: ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقيل غير ذلك. قال: وظاهر الآية العموم وعلى وجه للتخصيص بنوع خاص. والصحيح أن هذا من السلف ليس تخصيصا وإنما تفسير بالمثال، فهم لم ينفوا غير ما قالوه وإنما ضربوا الأمثلة على ذلك. قال: ويدخل ما فيه السياق دخولا أولية، يعني تقوى الله في أمر الطلاق والرجعة وغيرها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي ومن يتقي أي ومن يثق بالله فيما نابه كفاه ما أهمه. إن الله بالغ أمره، أي بالغ ما يريده من الأمر، لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب، أو نافذ أمره لا يرده شيء. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي تقديرا وتوقيتا أو مقدارا. فقد جعل الله سبحانه للشدة أجلا تنتهي إليه، وللرخاء أجلا ينتهي إليه. وقال السدي: هو قدر الحيض والعدة. هذا يعني أبعد عن السياق، والله أعلى وأعلم. والظاهر أن الجعل هنا جعل قدري كوني، وفيه تبشير بالفرج بعد الضيق وعدم طمأنينة برخاء الدنيا، وفيه وجوب الإيمان بالقدر وخلق الله لأفعال العباد، لأن الله قد جعل، وهذا الجعل خلق وتقدير، جعل المقادير بقدرته سبحانه وتعالى. قال الآية الثالثة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، من الكبار اللاتي قد انقطع حيضهن، وأيسن منه إن ارتبتم، أي شككتم وجهلتم كيف عدتهن. فعدتهن ثلاثة أشهر، أي ثلاثة أشهر قمرية، إن وقع الطلاق في مع رؤية الهلال كان الاعتداد بالأهلة، وإن وقع في وسط الشهر وقع الاعتداد بشهرين بالأهلة، والشهر الثالث يكمل بالأيام 30 يوما مع ما بقي من الشهر الأول. واللائي لم يحضن لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض، أي فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا. للأسف أن القانون المصري الأخير جعل العدة ثلاثة أشهر ميلادية دون اعتبار للحيض ولا لغير ذلك، وهذا من الباطل في قانون الأحوال الشخصية. وهذه الآية من أوضح الأدلة على جواز الدخول بالصغيرة المطيقة للوطء ولو قبل بلوغها، وإبطال للدعوات القائلة بعدم جواز الصغيرة، فإنها نص في وجوب العدة عليها بالأشهر، وهذا دليل أنه مدخول بها، وإلا لو كان عقدا فقط
لكان الطلاق بلا عدة، ولكنها دخل بها لأنها مطيقة للوطئ كما ذكرنا ولو لم تحض. فالزواج من لم تبلغ مجمع على صحته بعد نصوص القرآن والسنة. أما العقد فلا نزاع فيه أيضا، ولكن التمكين من الوطئ إذا دخل بها لا يكون إلا بعد أن تصير مطيقة، وهذا وارد جدا أن تبلغ البنت نحو من 10 سنين وتكون في بعض البلدان قد يعني وصلت ل يعني جسم يحتمل الوطء ولم تبلغ بعد. قال: وحذف هذا أي فعدتهن أيضا 3 أشهر لدلالة ما قبله عليه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي انتهاء عدتهن وضع الحمل. وظاهر الآية أن عدة الحوامل هي بالوضع، سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن. وهذا هو الصواب لحديث سبيعة الأسلمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها بعد أن وضعت بعد موت زوجها بأنها قد حلت. قال: وظاهر الآية، قال: وقد تقدم كلامه في هذا في سورة البقرة مستوفى. وحققنا البحث في هذه الآية وفي الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهناك بينا عدم صحة قول ابن عباس بأن تعتد بأبعد الأجلين 4 أشهر و10 أو وضع الحمل، بل الصواب أنها تعتد بوضع الحمل على أي حال. وقيل معنى: إن ارتبتم إن تيقنتم، ورجح ابن جرير بأنه معنى الشك وهو الظاهر. قال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن تحيض مثلها. إذا لم تبلغ المرأة سن 60 وانقطع الدم عنها حتى غلب على الظن أنه لن يعود، فإنها تعتد بالأشهر. بعد 60 تعتد بالأشهر قولا واحدا، لأن أكثر سن الحيض هو 60 سنة على الصحيح. مرد ذلك إلى الوجود. وأما من كان يطول الطهر بين الحيضتين عندها فإنها تعتد بالحيضات. إذا جاوز الانقطاع للحيض، إذا وصل إلى 9 أشهر، جاوز 9 أشهر انتقلت عندها إلى الاعتداد بالأشهر. إذا حاضت خلالها رجعنا إلى الاعتداد بالحيضات. هذا هو الصحيح في هذه المسائل. وقال مجاهد: إن ارتبتم أي لم تعلموا عدة الآيسة، والتي لم تحض فالعدة هذه. هذا هو الصحيح في تفسير الآية في معنى إن ارتبتم. وقيل المعنى: إن ارتبتم في الدم الذي يظهر منها هل هو حيض أم لا، بل استحاضة، فالعدة 3 أشهر. هذا ليس بصحيح، فإنها إن كانت في سن الحيض ونزل عليها الدم وأمكن أن يكون حيضا فهو حيض. حتى لو كانت مستحاضة فإنها ترد إلى عادتها أو إلى تمييزها، أو إن كانت متحيرة فإلى عادة نسائها 6 أو 7 أيام، وهذا هو الذي تنتهي به عدتها. يعني هنجعل أن الحيض هو هذه الأيام التي ردت إليها. قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي من يتقيه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه يسهل عليه أمره في الدنيا، يسهل عليه أمره في الدنيا والآخرة. قال الضحاك: من يتق الله فيطلق للسنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة.
أو في غيرها كما ذكرنا أن الآيات على العموم. قال مقاتل: من يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. الآية الرابعة: أسكنوهن من حيث سكنتم من ولدكم. قال: هذا بيان ما يجب للنساء من السكنى ومن للتبعيض، أي بعض مكان سكنكم، أسكنوهن من حيث سكنتم. وقيل زائدة بمعنى أسكنوهن حيث سكنتم، لأن الأصل أن المرأة تسكن مع الرجل، لا يتخذ مسكنا لها ويعيش بعيدا عنها. من وجدكم، أي من سعتكم وطاقتكم، والوجد القدرة، والوجد القدرة. قال الفراء: يقول على من يجد، فإن كان موسعا وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر ذلك. قال قتادة: إن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه. وقد اختلف أهل العلم في مطلقة ثلاثة: هل لها سكنى ونفقة أم لا؟ ذهب مالك والشافعي إلى أن لها السكنى ولا نفقة لها، أي فترة العدة. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن لها النفقة والسكنى. وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى. وهذا هو الصواب لحديث فاطمة بنت قيس. قال: وهذا هو الحق، وقد قرره الشوكاني في شرحه المنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لها، لا نفقة لك ولا سكنى. وظاهر الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يدل على أن السكنى هي في المطلقة الرجعية، لأنه لا شيء بعد الثلاث. والحديث متفق على صحته. وقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن في المسكن والنفقة. قال مجاهد: في المسكن. قال مقاتل: في النفقة. هذا ليس في المطلقة ثلاثا، بل في من وجبت لها النفقة والسكنى، الزوجة والمطلقة الرجعية والمطلقة الحامل. قال مقاتل في قال مجاهد: في السكن. وقال مقاتل: في النفقة. قال أبو الضحى: هو أن يطلقها، فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها. وهذا آثم بلا شك، لأنه لم يمسكها بإحسان، وإنما أمسكها للإضرار. ويميل ابن القيم إلى أنه إذا صرح بذلك لم تقع رجعته، لأن الله ما أذن في رجعة إضرار. وقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أي إلى غاية هي وضعهن للحمل. ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة، أي سواء كانت رجعية أم مطلقة ثلاثة. أما الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان وأصحابه: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع، يعني يبقى النفقة على مال زوجها. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وهذا هو الحق للأدلة الواردة في ذلك من السنة. في الحقيقة ليس هناك دليل صريح في أن السنة كذلك، المسألة فيها اجتهاد. قال: فإن أرضعن لكم أولادكم بعد ذلك فآتوهن أجورهن، أي أجور إرضاعهن. والمعنى أن المطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج المطلقين لهن منهن فلهن أجورهن على ذلك. وأتمروا بينكم بمعروف، خطاب هو خطاب للأزواج والزوجات، أي تشاوروا بينكم بمعروف غير منكر.
وليقبل بعضكم من بعض المعروف والجميل. وأصل معنى ليأمر بعضكم بعضا بما هو متعارف بين الناس غير منكر عندهم، أي في قدر النفقة. قال مقاتل: المعنى ليتراضى الأب والأم على أجر مسمى. قيل: فالمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر، والمعروف الجميل منها أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من الأب، هي من الأجر والله أعلم. الأب دي ملهاش معنى. وإن تعسرتم أي في أجر الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر، وأبت الأم أن ترضع إلا بما تريد من الأجر، فسترضع له أخرى، أي يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولدها. ولا يجب عليه أن يسلم بما تطلبه الزوجة، ولا يجوز له أن يكرهها على الإرضاع بما يريد من الأجر. قال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم تقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر، أي أنفقته بالأجر الذي يكون في هذه الحالة بالمعروف، يعني أجرة المثل. وإذا رضيت الأم بأجرة المثل أجبر على ذلك الأب، ولا تمنع من ولدها بأجرة المثل. إن أصر على دون أجرة المثل وقبلت أجرة المثل أجبر على أجرة المثل، لينفق ذو سعة من سعته. فيه الأمر لأهل الساعة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر ساعتهم، بل في جميع النفقات، فالآية عامة. ومن قدر عليه رزقه، أي كان رزقه بمقدار القوت أو مضيقا ليس بموسع، فلينفق مما آتاه الله، أي مما أعطاه من الرزق ليس عليه غير ذلك. لكن ليس له أن يترك النفقة بالكلية ويهمل الزوجة والأولاد أو المطلقة والأولاد، أمر فظيع يتكرر من كثير من الناس في هذا الباب. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، أي ما أعطاها من الرزق، فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه، بل عليه ما يقدر عليه وتبلغ إليه طاقته مما أعطاه الله من الرزق. سيجعل الله بعد عسر يسرا، أي بعد ضيق وشدة سعة وغنى. وهذا اليسر بعد العسر غير اليسرين اللذين مع العسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.